بدا يوم وقفونا نقطة تفتيش. قالت بث تيك توك ولا وش قلت؟ او ام جي وش قلت؟ قلت لا ما بصور سناب. قال كيف تصور سناب؟ لا ما اصور الجوال ما مسكت. قال اصوت على جنب. قال اصوت على جنب وقفنا. والله وقفنا. يوم نزلت اي الزبدة يوم نزلنا في رفيدي اشكال للعسكري. يا العسكري رحت له انا والرجال عصب وهذه رخصة الاستمارة. رد علي وقال هذه رخصة استمارة؟ والله تكمل والله تكمل. قال ايش؟ لا والله قال هذه الرخصة الاستمارة؟ ايوه. نعم هذا الرخصة الاستمارة. شكتي فيها. لا خلينا نقول سالفة صدق. طيب قل صح. نزلت انت قلت هذا الرخصة الاستمارة وش المخالفة؟ طالع فيني كذا وسكت. قلت ابغى اطفي الجو. المخالفة تصوير سناب. يا لا يا لك لا وقف هناك قطع. والله العظيم عادي صار السناب اللي دقايق. طيب خلص الضحك عندي. قال انقلع وقف هناك. لا حركات مشاهير عرفتوها كذا عرفتوها؟ اسمع قال احنا نتكلم صدق. قال وقف هناك. ايه الرجال عصب شوي ويطالع ينظرني لين جاء عندي وانا اسولف مع فيصل ياكل دونات. جاء لعندي وقال انا شايف ما ادري وين انت. انت اللي في الواقع. قلت نعم. قال ايش اسمك؟ قلت معك الشاعر نايف الرفيدي. لا الشاعر المقدم لو سمحت. رد واحد من الشباب جالس في السياره ياكل دونات قال معك المنجد فيصل طلال. قال انا مو فارس السوية. طيب